الأخبار والظاهرة مباشرة من الأولى إليكم العناوين. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو الذي جرى اليوم بالقصر الإمبراطوري بالعاصمة اليابانية طوكيو. بمراكش تتواصل أشغال الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمناقشة الإشكالية المرتبطة بالعلاقة بين العدالة وتطوير الاستثمار وكذا دور العدالة والقانون في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار. انطلاق فعاليات الدورة الأولى للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمراكش، تظاهرة تندرج في إطار الجهود التي يبذلها الفاعلون في القطاع لدعم وتعزيز القدرات التسويقية لمختلف المهنيين من تعاونيات وجمعيات. السلام عليكم. مستهل النشر من العاصمة اليابانية طوكيو، حيث مثل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو. الحفل جرى اليوم بالقصر الإمبراطوري بطوكيو. مراسلة بعثة الأولى عماد مسمير، هدى مساهل وحمزة السايح. القصر الإمبراطوري في طوكيو ووصول صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الإمبراطور الجديد لليابان ناروهيتو، حقبة جديدة من الحكم الإمبراطوري تدخلها اليابان باعتلاء ناروهيتو عرش الأقحوان الذي تعود جذوره إلى أكثر من 2600 سنة. مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب إمبراطور اليابان الجديد تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين العائلتين الملكيتين. تشكل زيارة صاحب سمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد إلى اليابان والمشاركة في حفل تنصيب الإمبراطور ناروهيتو لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا الحدث فرصة لتجديد أواصر العلاقات التاريخية التي تجمع بين الأسرة العلوية الشريفة والأسرة الإمبراطورية اليابانية، كما تعكس عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين. حفل التنصيب جرى وفق التقاليد التاريخية المتوارثة للبيت الإمبراطوري، وباعتلاء الإمبراطور ناروهيتو والعرش المسمى كاميكورا يصبح الإمبراطور 126 لليابان. وخلال هذه المراسيم ألقى رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو بصفته ممثلا عن الشعب الياباني كلمة التهنئة في ثلاث صيحات متتالية بكلمة بانزي، وأعرب عن التزامه بالعمل من أجل مستقبل مشرق لليابان. نثمن عاليا مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في فعالية تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو. كما تعلمون فإن اليابان والمغرب تجمعهما علاقات تاريخية طويلة الأمد، كما أن اليابان وشعبها مهتم بالمملكة المغربية كبلد مستقر وآمن حقق تطورا ملحوظا على المستوى الاقتصادي ورسخ تواجده وريادته بإفريقيا قارة المستقبل. يزداد اهتمامنا بالمملكة المغربية كبلد سياحي مهم وأيضا بلد لاستقطاب الاستثمارات. Régulièrement, l'Érythrée avançait en surtout en continent Afrique. The relationship between Morocco Kingdom and علاقات الصداقة بين الأسرتين الملكية والإمبراطورية كانت على الدوام، علاقات متينة ووطيدة، وهذا ما ساهم في تطور علاقات البلدين على عدة مستويات وخلق تعاون أكبر. وبهذه المناسبة، مناسبة تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو، لنا الشرف لاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد للمشاركة في فعاليات الاحتفال، ونحن سعداء بهذا الحضور. In this occasion, so I'm very happy that we welcome
prince. أهمية بالغة يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تطوير وتمتين العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية واليابان. مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الإمبراطور الجديد لليابان ناروهيتو على عرش القحوان، تعبير قوي على أواصر الصداقة والاحترام المتبادل الذي يربط بين العائلتين الملكيتين، وعلى ما يجمع المملكة المغربية واليابان من علاقات متينة مبنية على التعاون المثمر والتضامن الفاعل. للقناة الأولى عماد مسمير، حمزة السايح من العاصمة اليابانية طوكيو. تتواصل بمدينة مراكش شغال الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، ويشكل المؤتمر فرصة للتبادل والنقاش حول الإشكالية الهامة المرتبطة بالعلاقة بين العدالة وتطوير الاستثمار، وكذا دور العدالة والقانون في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار. روبورتاج بوشعيب عماري، خديجة زروال والمعتصم بلال بوزاوي. اليوم الثاني لأشغال مؤتمر مراكش الدولي للعدالة تمحورت أشغاله حول أربعة محاور تمدت كأرضية للنقاش وتبادل الآراء والخبرات بين المتدخلين، وذلك بغية اقتسام الأفكار وتجاذب الآراء للوقوف على الآلية المعتمدة في تدبير الشأن الاستثماري وفق المساطير القانونية. لا يمكن أن ندخل إلى مواكبة أو نحقق مواكبة التحديات الاقتصادية في سنة 2020 بقوانين صادرة في خمسينيات أو ستينيات أو قبل هذا التاريخ. عملية تحديث القوانين يجب أن لا تقع في محضر إنزال تشريعي غير ملائم وغير منسجم. الاستثمار والعدالة، الاستثمار وقطاع الأعمال لن يزدهر إلا بوجود عدالة وقضاء مستقل. المغرب في هذا الاتجاه يخطو خطوات ممتازة، يقدم نموذج إيجابي سواء على طريق الممارسة العملية أو في مسألة احتضان الأفكار الدولية المختلفة التي تمثل هذا المؤتمر. محاور تشكل خريطة طريق لتحقيق الأهداف الأساسية للمؤتمر والمتمثلة في التوظيف الأمثل لآلية التعاون الدولي قصد تقاسم التجارب الناجحة. بالنسبة لنا هذا اللقاء هو جد هام، فهو يتيح لنا فرصة تبادل الخبرات وأيضا الاطلاع على تجارب دول رائدة في هذا المجال. ناقشنا هذا اليوم موضوع دور العدالة في تنمية الاستثمار، وهو موضوع جد هام. نحن قدمنا من فلسطين من أجل المشاركة للاطلاع على التجربة المغربية الرائدة في قطاع العدالة ككل وفي قطاع الاستثمار أيضا، من أجل الاطلاع على تجربة الدول المحيطة فينا ودول العالم. ينتظر أن يختتم المؤتمر أشغاله عشية هذا اليوم، وذلك بإصدار إعلان مراكش الثاني. ومعي مباشرة من مراكش للحديث حول أشغال اليوم الثاني من هذا المؤتمر السيد محمد الخضراوي، رئيس شعبة التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. السيد الخضراوي أهلا بك. برنامج اليوم الثاني من هذا المؤتمر يتضمن أربع ورشات تتمحور حول مواضيع تحديث المنظومة القضائية القانونية للأعمال ودور العدالة في تحسين مناخ الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات وتحديات التجمعات الجهوية. ما أهمية هذه الورشات في ملامسة الإشكالية الهامة المرتبطة بالعلاقة بين العدالة وتطوير الاستثمار؟ أكيد، أولا شكرا لكم. أكيد أن محاور جمعت كل شيء فيما يتعلق بموضوع الاستثمار في علاقته بالعدالة. نحن نتحدث عن موضوع له جوانب مختلفة، له أسس متعددة ومداخل متعددة للوصول إلى أن يكون بلدنا بلد فضاء آمن للاستثمار. لابد من نصوص قانونية جيدة، لابد من قضاء يتفاعل مع هذه النصوص بشكل ملائم، ولابد من تحديث المنظومة، ولابد من وجود تكتلات. إذن المحاور العلمية هي الأربعة تكمل بعضها البعض، ولكن تؤكد على معطى أساسي هام، وأنه أولا لا بد للقضاء كسلطة قضائية لا بد لها من نصوص قانونية جيدة، نصوص قانونية تلائم التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم في مجال الاستثمار، وبالتالي لا بد من أن يعاد نظر في المنظومة القانونية لكي تلائم هذه التعديلات وهذه التغييرات، لكي يطبقها القضاء بشكل ملائم مع النوازل ومع الوقائع الكثيرة التي تقع والتي تتغير من ساعة لأخرى ومن يوم لآخر. إذن المحاور تبدو متكاملة، والأكيد أن وجود نخب قانونية وقضائية ومختصين في مجال المال والأعمال
والاستثمار في هذا المؤتمر الدولي الكبير وطريقة إدارة هذه المحاور، لأن ليست محاور علمية بالطريقة التقليدية، بل هي عبارة عن كل دولة تعبر عن تجربتها في هذا المجال من خلال هذه الورشات، من خلال هذه الجلسات العلمية. فبالتالي اليوم كان فضاء مراكش كانت فضاء دولي كبير للنقاش، لتبادل الرؤى، لتبادل التجارب المتعددة. لدينا قارات العالم الخمس، لدينا تجارب قضائية وقانونية مختلفة من كل دولة، تقريبا 80 دولة بكل تجاربها، بكل قوانينها، بكل منظومتها القضائية. إذن محاور علمية يؤطرها مختصون عمليون مهنيون جاءوا يتحدثون في التفاصيل الدقيقة في الإشكالات التي تعرفها الممارسة العملية. تعرفون أن الاستثمار كما قلت هي عملية متحركة، عملية فيها متدخلين كثر، فبالتالي يجب أن يكون القانون محيط بالعديد من هذه الجزئيات، ويجب على القضاء أيضا أن يتفاعل مع كل هذه الجزئيات بحكمة، بتبصر، بجرأة، بمنظوم، بفكر حقوقي، بمقاربة كبرى. الآن الاستثمار كما تعلمون له جوانب اجتماعية، له جوانب تتعلق بالأمن العام داخل أي بلد، فبالتالي الاستثمار لابد لكل المتدخلين أن يتفاعلوا فيه بشكل إيجابي وفق منظومة واحدة، وفق منظور واحد، وما أكدت عليها الرسالة الملكية والتي أثرها ظهر بارزا في أشغال هذا اليوم الثاني في جلسات العلمية، لأنها كانت خارطة الطريق وأوضحت العديد من الجوانب التي يجب التركيز عليها. إذن السيد الخضراوي، انطلاقا مما قلتموه، كيف يمكن أن يشكل هذا المؤتمر فضاء لتطوير وتطوير التعاون بين المنظومتين القانونية والقضائية على الصعيد الوطني؟ أولا هو تنظيم هذا اللقاء المشترك ما بين وزارة العدل والمجلس على السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة هو إشارة قوية على ضرورة وجود هذا التعاون في خصوص موضوع هام مثل الاستثمار، موضوع يهم الجميع. ثم أكيد أن لدينا آليات للتواصل ما بين السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية والسلطة التشريعية. تعلمون أنه على مستوى محكمة النقد هي أعلى مؤسسة قضائية في الهرم القضائي المغربي، اجتهادها القضائي القار الذي يفرغ يسد الفراغات التي قد تظهر في التشريع، لأن التشريع مهما كانت جودته فإن الوقائع تتغير بشكل كبير، والإجتهاد القضائي هو الذي يعطي الروح، هو الذي يبحث عن حلول للحالات التي لا يطالها النص القانوني مثلا، أو التي يكون النص القانوني فيها غامضا أثناء التطبيق. فبالتالي القضاء له دور كبير في سد هذا الفراغ وفي ملء هذه الثغرات، وبالتالي هذه الاجتهادات القضائية يجب أن تصل إلى يعني بطرق مختلفة إلى المؤسسة التشريعية، إلى الفاعل التشريعي، لكي يدخلها في النصوص القانونية، لكي يتم تحسينها وتجويدها لتكون ملائمة دائما لكل المستجدات. نحن في عالم متطور، عالم متسارع، والضروري جدا إيجاد كل آليات التواصل ما بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية لتجويد النصوص القانونية، ليكون هناك تفاعل إيجابي من أجل إيجاد الأمن القانوني والأمن القضائي الذي نص عليه الدستور والذي هو حق طبيعة الحال للجميع. إذن السيد محمد الخضراوي، رئيس شعبة التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، شكرا جزيلا على مساهمتك معنا في أخبار الظهيرة. في نشرة خاصة، تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية نزول زخات مطرية محليا قوية طيلة هذا اليوم وإلى غاية الساعة 9 مساء بكل من القنيطرة، العرائش، الرباط، سلا وصخيرة تمارة. وشهدت العديد من مناطق المملكة تساقطات مطرية خلال 24 ساعة الماضية، بلغت مقاييسها من الساعة 6 من صباح أمس الاثنين إلى غاية الساعة 6 من صباح اليوم توريل 52 ملم، وجدة 50 ملم، تازة 32 ملم، الناظور 30 ملم، إفران 19 ملم، الحسيمة 13 ملم، مدلت 11 ملم، سيدي سليمان والرباط 6 ملم، الدار البيضاء مليمتران، بن سليمان، الراشدية وأبو عرفة مليمتر واحد. نمر الآن للخبر الدولي للنشرة، ونستهله باستمرار الاحتجاجات في لبنان لليوم السادس على التوالي في مختلف المدن اللبنانية. وتتواصل الاحتجاجات رغم إقرار مجلس الوزراء أمس مشروع قانون للمالية للسنة القادمة وعدد من الإجراءات الموازية لمواجهة الأزمة الراهنة. وتضمنت الإجراءات خطوة رمزية تمثلت في خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف.
رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم اقتراحا لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل تمديد وقف إطلاق النار في سوريا، ويهدف وقف إطلاق النار إلى السماح للمقاتلين الأكراد بالانسحاب من مواقعهم التي تشمل خطة تركيا لإقامة منطقة آمنة على طول حدودها، وذلك بهدف إبعادهم عنها. تقرير خالد الأحمدي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرفض مقترحا عرضته الرئاسة الفرنسية على روسيا يقضي بتمديد الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخرا بوساطة أمريكية شمال شرق سوريا. الرئيس التركي يجعل وقف العملية العسكرية نبع السلام بشكل نهائي رهين باستكمال انسحاب الأكراد من منطقة بعمق 32 كيلومترا شمال سوريا قبل انتهاء المهلة المحددة لوقف إطلاق النار اليوم عند الساعة 7:00 مساء بتوقيت غرينتش. مصدر أمني تركي يتوقع أن يخلي المقاتلون الأكراد مبدئيا شريطا طوله 120 كيلومترا شمال شرق سوريا، إلا أن أنقرة تطالب بانسحاب المقاتلين من منطقة طولها 440 كيلومترا من الحدود العراقية إلى نهر الفرات. رئيس التركي من المنتظر أن يناقش ونظيره الروسي في لقاء يجمعهما اليوم في روسيا عملية انسحاب المقاتلين الأكراد من باقي المناطق الحدودية. على مستوى آخر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن عددا محدودا من الجنود الأمريكيين سيمكثون في سوريا، البعض سينتشر على الحدود مع الأردن، فيما سيتولى البعض الآخر حماية حقول النفط. حافظ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على منصبه على رأس الحكومة الكندية بعد أن فاز حزبه الليبرالي بالانتخابات العامة التشريعية متفوقا على حزب المحافظين المعارض. وبحسب تقديرات عدد من محطات التلفاز الكندية، فاز الليبراليون ب 156 مقعدا من أصل 338 في مجلس العموم الكندي، ما سيرغمهم على الاعتماد على دعم حزب صغير للبقاء في الحكم. واعتبارا من اليوم، سيكون باستطاعة ترودو بدء محادثات شاقة بهدف التوصل إلى اتفاقات أثناء عمليات التصويت في مجلس العموم. أعلن الرئيس تشيلي أنه سيجمع اليوم الأحزاب السياسية في البلاد على أمل التوصل إلى اتفاق اجتماعي ينهي موجة الاحتجاج والعنف التي أوقعت 11 قتيلا في 3 أيام، وشهدت العاصمة سانتياغو شللا مع توقف وسائل النقل العمومي عن العمل وإغلاق غالبية المتاجر أبوابها. وتواصلت موجة الاحتجاجات للمطالبة بإصلاح المسار الاقتصادي ومكافحة تردي الأوضاع المعيشية في البلاد. نواصل بقية أخبار النشرة من مراكش التي تستضيف فعاليات الدورة الأولى للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. تظاهرة تندرج في إطار الجهود التي يبذلها الفاعلون في القطاع لدعم وتعزيز القدرات التسويقية لمختلف المهنيين من تعاونيات وجمعيات. ربورتاج سمية بالعياشي، لطيفة بن حالمة ومحمد حسن مسكور. تنظيم المعرض يندرج في إطار الاستراتيجية الرامية إلى تقوية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة مراكش السفي من خلال مرافقة المهنيين من جمعيات وتعاونيات بغية تأهيلها والرفع من تنافسيتها. المعرض يعني لنا بزاف، كان سوقوا فيه المنتوج ديالنا، لما كان المعرض ما كاين حتى شي حاجة، حيت باش تلقى في التعاونية ما كيوصلك حتى واحد، ما التعاونيه راه كيجيو عندك الناس وكيتعرف عليك. الهدف الاول ديالنا والاخير هو تصدير جل المنتوجات او الابداعات اللي تتزخر بها التعاونيه واللي تتعد من الاولويات ديال التعاونيه ديالنا، يعني في مجال البحث والتنقيب على كل ما هي مهارات جديده وكل ما هو يعني تنميق او زواق جديد من أجل الرفع من مستوى قطاع الصناعة التقليدية وبخصوص ميدان الخزاف. المشاركة ديالنا مع باقي الحرفيين وباقي التعاونيات هي فرصة لتسليط الضوء على القدرات والكفاءات والإبداعات ديال الموارد البشرية اللي كتعلق سواء بالمتعاونين ولا سواء بالصناعة التقليديين، وهي فرصة الحمد لله للتسويق والترويج ديال المنتوج ديالنا ديال التعاونية. هي فرصة إذن أمام سكان المدينة الحمراء وزوارها من أجل التعرف على المنتوجات التي يعرضها حوالي 200 عارض من مختلف أقاليم الجهة، والذين سيستفيدون بدورهم من ندوات وورشات تكوينية.
هذا المعرض هو فرصة لإنعاش هذه المنتوجات، كذلك هو فرصة لانخراط أكثر المتدخلين في حقل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نظرا لما يختزنه من يعني فرص واعدة سواء على مستوى التشغيل الذاتي وكذلك مستوى التشغيل وأيضا خلق الثروات وأيضا ضمان العدالة المجالية. المعرض يروم كذلك إبراز الغايات التضامنية والإنسانية فضلا عن دعم وتقوية القدرات الإنتاجية والتسويقية للتعاونيات والجمعيات من خلال التشجيع على ظهور أقطاب تنافسية جهوية. في المجال الاجتماعي استفاد حوالي 1200 شخص من الفئات العشة والمحتاجة بجماعة تيناست بإقليم تازة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات. القافلة توخت تقريب الخدمات الصحية من ساكنة هذه الجماعة وتضمنت أيضا ورشات تحسيسية بضرورة الوقاية من بعض الأمراض خاصة في صفوف الأطفال والنساء. روبورتاج لطيفة بن حليمة وأحمد الفاضلي. جامعة تيناست بمرتفعات الريف على بعد 60 كيلومترا من مدينة تازة تقطنها سكنة تقدر بحوالي 12 ألف نسمة. بحكم موقعها وتضاريسها تحتاج سكنة الجماعة إلى قطع مسافة طويلة للوصول إلى أقرب مركز صحي. من هنا أهمية هذه القافلة الطبية التي عبأت موارد بشرية هامة علاوة على وسائل لوجستيكية من مصحات متنقلة لتوفير الرعاية الصحية للساكنة التي استحسنت هذه المبادرة. جينا لنا سيدي دوزنا أعطونا الدواء ودوزنا على الرأس طانسيون ودوزنا سيدي على البرد على كزميدو واللي الدواء اللي هنا أعطونا الناس كيعطوا أدوية للناس وواقفين مع الناس يعني الله يجازيهم بخير. وعطوني الدواء واللي كيدوز كيدي الدواء وكان شكر هذه الجمعية وكان طلبه الله تبارك وتعالى تعاود وتعاود وتعاود. سمعت بالقافله وجبت هاد الدري هذا واللي جب لي ايوب وجبته لهنا ما كيسمعش وما كيهضرش واستقبلونا وعطوني واحد الورقه وغنتبع معه. أزيد من 1200 شخص استفادوا من خدمات هذه القافلة الطبية التي شارك في إنجاحها طاقم يضم 106 من الأطباء المتخصصين والممرضين وتقنيي المختبرات والصيادلة. العملية مقسومة على جوج، الجزء الخدمات الطبية ليزاكت ميديكو كاينة تقريبا سجلت عندنا 1200 مستفيد اللي غادي يدوز غتستافد من الخدمات الطبية من مختلف التخصصات مع توزيع الأدوية. كاينة عملية أخرى تستهدف أطفال المدارس ديال المنطقة ديال تينس ديال الجماعة عموما ماشي غير الفيلاج، يعني سجلنا تقريبا واحد 400 طفل اللي غادي يستافدوا من النظارات من الناس اللي عندهم ضعف البصر، النظارات وتقويم البصر. القافلة شملت توزيع 300 نظارة طبية لتصحيح البصر بالنسبة للأطفال، كما تخللتها ورشات تحسيسية بأهمية صحة الفم والأسنان بالنسبة للأطفال، إلى جانب فقرات توعوية للتحسيس بأضرار التدخين وتعريف النساء بطرق وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. في الخبر الرياضي تمكن البلغاري غريغور ديميتروف والروسي كارن خاشانوف من المرور إلى الدور الثاني من منافسات دوري النمسا المفتوح لكرة المضرب. أما في سويسرا فقد تمكن روجر فيدرر من التأهل إلى الدور الثاني من بطولة سويسرا المفتوحة على حساب الألماني بيتر جيوفسك. خالد شخمان. في الخبر الرياضي ننهي هذه النشرة، أذكركم الآن بأبرز عناوينها. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو الذي جرى اليوم بالقصر الإمبراطوري بالعاصمة اليابانية طوكيو. بمراكش تتواصل أشغال الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمناقشة الإشكالية العامة المرتبطة بالعلاقة بين العدالة وتطوير الاستثمار وكذا دور العدالة والقانون في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار. انطلاق فعالية الدورة الأولى للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمراكش تظاهرة تندرج في إطار الجهود التي يبذلها الفاعلون في القطاع لدعم وتعزيز القدرات التسويقية لمختلف المهنيين من تعاونيات وجمعيات.
شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.